حقق البطل العالمي ناصر صالح العطية نصراً غالياً بتصدره سجل الفائزين وتتويجه في بطولة رالي قطر الدولي الذي مثل الجولة الأولى من بطولة الشرق الأوسط للراليات. من جانبه وجه ناصر خليفة العطية النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للسيارات ورئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية التهنئة للعطية على إحرازه لقب رالي قطر الدولي والإنجازات التي حققها في المنافسات الخارجية، مؤكدا بأنها تعطي قيمة إضافية للرياضة في قطر. الحمد لله، يعني بداية موسم جيد و2016، وسعيدين جدا بالتنظيم، ونهني كل الأبطال اللي فازوا، نقول لهم مبروكين، ونشكر كل المنظمين اللي جوا من الاتحاد الدولي وساندونا ودعموا معنا، غير ان هناك في مشاركه اوروبيه جديده الان في رالي قطر، وهذا اضافه جديده للمنطقه. نهني الجميع بالفوز، مبارك لناصر وخالد السويدي وراشد نعيمي وعبد الله الكواري اللي صراحه ابلوا بلاء حسن، ومبروكين للقطريين على التميز هذا، ومبروك للجميع، مبروك لجنه التنظيم. وسيطر العطية على لقب رالي قطر 13 مرة في الأعوام الأربعة عشر الماضية، وتحديداً منذ عام 2003 باستثناء عام 2012 الذي ذهب اللقب فيه لعبد العزيز الكواري. طبعاً الحمد لله، يعني رالي قطر كان من أصعب الراليات، اليوم خلصنا الرالي، فزنا بالرالي، ريكورد جديد، 61 انتصار لأول مرة يكون في شرق الأوسط. يعني نتمنى إن شاء الله التوفيق في المراحل الجاية، والحمد لله أن الواحد يفوز في بلاده، يعني هذا إنجاز، وهذا الفوز رقم 13 من مسيرتي يعني في رالي قطر من 2003. يشار إلى أن النتائج التي حققها المتسابقون جاءت على النحو التالي: في المركز الأول ناصر صالح العطية ومساعده ماتيو بوميل من فرنسا، في المركز الثاني خالد السويدي ومساعده جيوفاني برينانشيني من بولندا، أما المركز الثالث فكان من نصيب راشد النعيمي ومساعده نيكولا أرينا من إيطاليا. وقام ناصر بن خليفة العطية رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث جدد الفائزون شكرهم وتقديرهم للدعم والمساندة التي قدمها الاتحاد القطري للسيارات والتي أسهمت في تحقيق تصدر قطر للمراكز الأولى في البطولة. توج سباحو المنتخب القطري للناشئين بلقب بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للسباحة في نسختها 13 في المجرى القصير 25 مترا. البطولة نظمها الاتحاد القطري للسباحة بنجاح كبير، وذلك في مجمع حمد للرياضات المائية، وشارك فيها كل من مملكة البحرين الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة والإمارات العربية الشقيقة بالإضافة إلى قطر. وأحرز المنتخب القطري للناشئين المركز الأول للمسابقة بمجموع 57 ميدالية متنوعة بواقع 32 ذهبية و15 فضية و10 برونزيات، ليتوج باللقب الخليجي ويحصل على كأس أفضل منتخب في البطولة. وكان الاتحاد القطري للسباحة قد هنأ الفائزين في ختام البطولة الخليجية مجددا دعمه المستمر لرياضة السباحة في قطر والتي حققت نتائج باهرة. وتبشر هذه النتائج بمستقبل واعد جدا لأبطالنا في السباحة، ما يعد بمزيد من الإنجازات ورفع اسم قطر عاليا في المنافسات الإقليمية والدولية. لمناسبة اليوم الرياضي للدولة والذي يصادف في التاسع من الشهر الحالي، نظمت جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك وبالتعاون مع إدارة تعليم الفروسية بالشقب سباق القدرة والتحمل، وذلك في منطقة سيلهين.
احنا طبعا بنبين أهمية الرياضة للتأثير على الصحة النفسية للفرد في المجتمع، وكل سنة نعمل احتفال باليوم الرياضي وأيضا نسبق اليوم الرياضي بنشاط مثل هذا النشاط، نقوم نحاول نجذب نظر المجتمع أن الرياضة مهمة جدا للصحة النفسية، ونحاول أنه ندعو الجميع للمساهمة والمشاركة في كل أنواع الرياضات اللي موجودة. وقد شارك في هذا السباق عدد من متطوعي جمعية أصدقاء الصحة النفسية لتؤكد بذلك الجمعية اهتمامها على النهوض بمستوى المتطوعين والمنتسبين في مختلف المجالات، ومنها هذا المجال الرياضي والذي يسهم في تنمية ونشر روح تراث الفروسية. وفي نهاية السباق تم تقديم الجوائز والدروع التذكارية للمشاركين. لم يعد من الآن وصاعداً مشاهدة عمليات إحماء للاعبي الركبي في الدولة أمراً مستغرباً، فعلى الملعب الخارجي لأكاديمية سباير انطلقت رسمياً بطولة الدوري القطري للركبي، وذلك بمشاركة 7 فرق وذلك تحت رعاية اللجنة الأولمبية القطرية. وكانت أول مشاركة للركب القطري في أسياد الدوحة في العام 2006، وتم إعادة تجميع اللاعبين الذين شاركوا في الأسياد أنفسهم، وعددهم حوالي 25 لاعباً للمشاركة مع فرق الدوري. وسيكون الأولمبياد المقبل الذي سيقام في ريو دي جينيرو في البرازيل هو أول أولمبياد تشارك فيه اللعبة رسمياً بعد أن أصبحت أولمبية. يذكر أن اللجنة القطرية للركبي قد حصلت على عضوية الاتحاد الآسيوي، وتعمل حالياً وبشكل مكثف للحصول على عضوية الاتحاد العالمي للعبة. صور وذكريات. معرض للباحث والمؤرخ سلطان جاسم الجاسم يوثق لفترات زمنية مختلفة من الرياضة القطرية في مختلف الألعاب، ويضم المعرض مجموعة نادرة تعرض للمرة الأولى من اللقطات المصورة المتنوعة في مختلف الرياضات. نبي نوصل رسالة للناس أن اليوم الرياضي مو فقط للرياضيين إنما للإنسان، وإحنا عادة دائما أنشطتنا محور أنشطتنا أن تصب للإنسان، وأن لازم كل إنسان يمارس الرياضة، فلذلك عادة نحط في أنشطتنا الرياضية أما أنشطة للمحترفين أو شبه المحترفين أو الممارسين دائما، أو أنشطة للناس اللي هم يحب يمارس الرياضات العادية مثل المشي وممكن السباحة الألعاب الخفيفة هذه. المعارض الرياضية تزامنا معها لأنها أيضا تذكر، يعني احنا نعتبرها حافز الآن للإنسان يطالع شيء في تاريخ الرياضة، نعتبرها حافز للإنسان أن الرياضة لها تاريخ وأفرادهم كان في أفراد موجودين ويمارسون هذه الرياضة والآن وين وصلوا. لكل صورة في المعرض حكاية تروي بداية مسيرة الإنجازات الرياضية من خلال صور نادرة توثق لأحداث رياضية هامة شهدتها الدوحة في منتصف القرن الماضي.